البيانات الإسرائيلية على حالها أحمد بطبيعة الحال هي كالتي تصدر في ساعات معتادة ومحددة، تتحدث عن إصابات في صفوف الإسرائيليين أو عدد الجنود الإسرائيليين القتلى وعدد الجنود المصابين. عدد الجنود القتلى منذ بداية الاجتياح البري ارتفع إلى 105 بحسب إحصائية رسمية إسرائيلية، لكن اللافت هذه المرة هو ما أعلنه الجيش الإسرائيلي منذ قليل عن مقتل 20 جنديا إسرائيليا منذ بدء الاجتياح البري في قطاع غزة بنيران صديقة، أي بنيران الجيش الإسرائيلي، و13 من أصل 20 الذين قتلوا بنيران إسرائيلية قتلوا نتيجة لتحديدهم كمقاتلين في حماس بالخطأ من قبل جنود إسرائيليين آخرين أطلقوا النار عليهم. هذا يطرح أسئلة عديدة، خصوصا أن الاحتلال الإسرائيلي كان خلال الفترة الماضية يركز على موضوع أن بطء الاجتياح البري في القطاع مرده بالأساس إلى ضمان أو رغبة الجيش الإسرائيلي في ضمان ألا يقتل جنود إسرائيليون برصاص جنود آخرين، نظرا لأن منطقة قطاع غزة بالأساس هي منطقة صغيرة بشكل كبير جدا، وعدد جنود الاحتلال في تلك المنطقة كبير للغاية. هذا منذ اللحظة الأولى أثار مخاوف إسرائيلية من نيران صديقة أو تبادل إطلاق النار أو حتى حوادث تقطف فيها طائرات إسرائيلية دبابات أخرى موجودة في قطاع غزة. كل هذه الأسئلة تطرح والآن تطرح بشكل جدي. نتحدث عن أن 5 الذين قتلوا في قطاع غزة من الجنود الإسرائيليين منذ بدء الاجتياح البري قتلوا بنيران إسرائيلية. هذه النقطة الأولى.